دشنت وزارة الصحة اليوم مركز الاتصال التابع لها ليغطي كافة خدماتها بهدف الوقوف على المشاكل المتكررة وإيجاد الحلول اللازمة لها ومعرفة آراء المواطنين والمقيمين بالسلطنة عن الرعاية الصحية المقدمة لهم. عقدت وزارة التربية والتعليم لقاء لمناقشة أهم النتائج الرئيسية لتقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع للعام الفائت وتوجهات السلطنة في التعليم لما بعد 2015 بمشاركة خبراء ومختصين من مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة بالإضافة للمعنيين في مجال التعليم بالسلطنة. أعلنت المفوضية القومية للانتخابات السودانية اليوم فوز الرئيس المنتهية ولايته عمر البشير بنسبة 94.5% من الأصوات بحسب ما كان متوقعا بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في وقت سابق بالشهر الجاري. قال مسؤولون باكستانيون اليوم إن عصارا صغيرا أطاح بأسطح المنازل واقتلع الأشجار وأعمدة الضغط العالي مما أدى إلى مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. يبدو تشيلسي على بعد خطوة من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كما يعد المرشح الأوفر حظا للفوز في مباراة الأربعاء التي سيلعبها ضد ليستر سيتي.